بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة متجددة من حلقاتكم الأسبوعية معلمين شكرا، والتي تعودنا في كل أسبوع أن نستضيف أحد ضيوف الذين قدموا للتربية وقدموا لمجال التربية الشيء الكثير. ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع الدكتورة نادية العريفان، موجه عام اجتماعيات في وزارة التربية. دكتورة نادية، سعيد تكون معي اليوم في هذا الحلقة. أنا أسعد، حياكم الله. الله يحييك. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وحلقتنا لهذا اليوم معلمي شكرا. ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع الدكتورة نادية العريفان، موجه عام اجتماعيات في وزارة التربية، وحديث ومسيرة حافلة مع الدكتورة نادية. دكتورة نادية، إذا بنتكلم معك يعني حديث طويل، ولكن إذا أخذنا بالبداية، بداية الدكتورة نادية مع دخولها مجال التدريس، متى دخلتي دكتورة مجال التدريس وصرتي معلمة وأول مدرسة درستي فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. سلك التدريس دخلته عام 1985 سنة تعييني. كانت المدرسة الأولى واللي تدرجت فيها هي ثانوية الجهرة بنات. بعدها لما ترقيت وأصبحت معلم أول بمعنى آخر رئيس قسم حاليا يطلق عليه، انتقلت إلى ثانوية أم مبشر الأنصارية. كم سنة أستاذة مدرسة قعدتي مدرسة اجتماعيات؟ 12 سنة. ما شاء الله، 12 سنة مدرسة اجتماعيات. يعني أول كان 12 سنة المعلمة حتى تترقى، يعني وكان مجهود حلو أن الأستاذة تقعد 12 سنة حتى تترقى. الآن كل الأمور اختلفت في هذا المجال في الترقي، ولا نفس الشيء الموضوع في الاجتماعيات أستاذة؟ والله هو على حسب مدى الحاجة. نعم. بمعنى أنه قبلي كانوا سنتين ويترقون. اي، لكن كل ما زادت الاعداد تعرف يعني يصير الشاغرات. اي، واحنا الكويتيين اغلبنا اجتماعية. مواد اجتماعيه. نعم. اجتماعيات. بعد استاذه المرحله الثانيه، بعدها 4 سنين موجه رئيس قسم، وبعدها صرت موجه لمده 7 سنين، وبعدها موجه. وين استاذه اول توجيه؟ كله بالجهره. ما شاء الله، استاذه كان في الجهره، يعني تعييني كله بالجهره، تدرج الوظيفي كله بالجهرة. لما أصبحت موجه أول كذلك بالجهرة، لما أصبحت موجه عام طبعا في الوزارة. ما شاء الله. هذا بالنسبة لي تسلسلي الوظيفي. زين أستاذ، طبعا في اختلاف كبير بين من كان يعني إنسان معلم والآن هو أصبح في التوجيه العام ويقود يعني ركب التوجيه العام. إذا بتكلم عن التعليم كاجتماعيات أو كمعلم اجتماعيات، هل في اختلاف استاذ بين معلم الاجتماعيات لما كنت حضرتك موجوده داخل ميدان كمعلمه وبين معلماتنا الان وانتم الحين قاعد توجهون عليهم؟ هل هناك في اختلاف في المنهج، في الوسيله، في المعلم نفسه، ولا نفس الامور ما زالت؟ طبعا احنا في عصر الانفجار المعرفي والتكنولوجيا. نعم. ففي تغييرات كبيره. البعض ينظر له نظره سوداويه بمعنى ان المعلمين تغيروا. نعم. أنا برأيي كل زمن فيه مثل ما نقول الزين والشين. نعم. لكن التكنولوجيا دخلت عندنا، طورت لنا كثير كثير كثير. صح. بالنسبة للوسائل، المعينات التربوية التي ممكن أن يستخدمها المعلم في توصيل مادته العلمية، كذلك في طرق التدريس. يعني نحن قاعدين نمارس طرق جديدة، طرق مبتكرة توصل المادة العلمية للمتعلمين بصورة سلسة وسهلة. بمعنى آخر، يمكن أول ما بديت أنا بداياتي كانت شنو وسائلنا التعليمية؟ الخريطة، الخريطة والصبورة. هذه كانت، ما في التقنية والأشياء، ما في التقنية، وكانت الفانوس اللي يسمونه الفانوس السحري. هذه كانت التقنيات اللي كنا نستخدمها. لكن مع السنوات بدينا دخلنا الباوربوينت، الكمبيوتر، اللابتوب، الشاشة الذكية، الآن الأمور كثيرة. هذه سهلت توصيل المادة للمتعلمين. يمكن البعض يرى أن نوعية المعلمين تغيرت. أرد مرة ثانية وأقول أن المعلم إذا ما أدرك أهمية دوره كمربي
للأجيال، وإن اللي أمامه أبنائه بغض النظر إذا كان قريب منهم بالعمر أو بعيد، لكن إحساسه بمسؤوليته تجاههم هذا يدفع إلى أن يتقن عمله، وهذا يرتبط بمراعاة الله سبحانه وتعالى في عمله. نعم، شيء مهم إن الواحد فعلا يعني يراعي هذه الأمور داخل عمله. أستاذة، إذا بنتكلم عن مادة الاجتماعيات نفسها والمناهج يعني تضع لي مادة اجتماعية بصفتك موجه عام على هذه المادة، هل مادة الاجتماعيات يعني الكثير يقال إن الدول والخرائط لا تتغير، فكيف تطورون منهج الاجتماعيات؟ يعني الدول هي الدول والخرائط هي الخرائط والمعالم هي المعالم. كثير ما يطرح يعني الطالب يقول شنو يتطور في الاجتماعيات؟ نعم. فأنا من هالمنطلق أنتم في يعني كموجهين عام في هذا المجال، شنو قاعد تطورون في المناهج الاجتماعية؟ شنو يتحدث علينا من يعني نقول في التسعينات على 2000 على الألفية الثانية؟ شنو التغييرات؟ أحب أوضح أن الاجتماعيات يقصد فيها مواد عديدة، وهي التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة. نعم. فهذه مواد تندرج تحت مسمى واحد وهي الاجتماعيات. حضرتك دكتور قلت أن الجغرافيا أنت اختصيت بالجغرافيا، جغرافيا الخرائط واحدة ما في تغيير ما في هذا، لكن في مستجدات جديدة قاعدة تحصل في العالم. لو الجغرافيا فيها أنواع، فيها جغرافيا سياسية، جغرافيا اقتصادية وما إلى ذلك. هل أو أبسط الشيء المناخ. نعم. هل المناخ وهذا من ضمن الجغرافيا، هل هو نفسه قبل 50 سنة؟ طبعا قاعد يتغير وقاعد يصير تغييرات، وإحنا قاعد نعيش هذا الوضع. نعم. شغلة ثانية بالنسبة للتاريخ، الأحداث التاريخية وخاصة في هذا الزمن متسارعة، فأحداث تاريخية قاعدة تصير محتاجين نسقطها لواقعنا. يعني عندنا تاريخ حديث، تاريخ معاصر، لابد أن يكون على اطلاع المتعلمين على هذه المستجدات. بمعنى آخر لو أقول لك عام 1990 الغزو، هل كتبنا قبل كانت فيها ما في يعتبر حدث؟ فالآن محتاجين حق تطويره ودخاله. نعم، فلابد أن احنا ندخل هذه الأمور في منظمات دولية لم تكن موجودة. نعم. الآن لها وجود، فلابد أن أبنائنا يكونون على اطلاع على كل مستجد في العالم، إلى جانب وهذا ينطبق على علم النفس الفلسفة لما لها من أثر، لأن حتى علم النفس في أمراض نفسية طلعت ما كانت قبل. نعم. موجودة، فلابد من التطوير، التطوير فيها ودخول التطوير فيه. هذه بالنسبة للمعلومات. شغلة ثانية، التطوير لابد أن يكون في طريقة التوصيل. يمكن أنا أدخلك موضوع ثاني وهو الكفايات. من هذه الكفايات اللي هو حديث الساعة، الكفايات بصراحة هو مثل ما نقول جيد، بحيث أن المتعلم يخرج إلى الميدان، وأقصد في ميدان العمل فيما بعد، وهو على علم ودراية كيفية التعامل مع المهارات. لأن المعلومة مهما يكون تنحفظ تنكتب تنسي وقت الامتحان، لكن كمهارات تظل مع المتعلم لما لا نهاية، خلاص اكتسبها هذه المهارة. كذلك يمكن احنا المشكلة اللي قاعدين نعاني منها في نظام الكفايات هي مسألة التقويم. حكينا عن موضوع التقويم، أستاذ انت عندك بعض طرح في هذا الموضوع التقويم. اي التقويم اللي هو نبي نقيس مدى تمكن المتعلم من الكفاية، هذه الكفاية اللي قياس عليها. اي قياسها هنا من الصعب ان يتم قياسها، والسبب لعدة امور، منها الكثافة الطلابية في الفصل. نظام الكفايات يحتاج إلى أعداد بسيطة من المتعلمين داخل حتى يطبق الفصل صحيح، حتى يتم تطبيقه بصورة صحيحة. كذلك أن الكفاية أنا ما أقدر، أو بكلمة أصح ما أقدر أن يعني عفوا على هذه الكلمة،
أقيسها بنفس الوقت لجميع المتعلمين. وهذا يرجع لي مرة ثانية إلى قصة إنه يحتاج إلى أعداد قليلة من المتعلمين داخل حتى يكون القياس الفصل صحيح ويقيس القياس الصحيح. نعم. حديث ممتع معك دكتورة نادية. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم معلمي شكرا، وضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع دكتورة نادية العريفان، موجه عام اجتماعيات في وزارة التربية. دكتورة، تحدثنا عن مسيرتك في داخل الوزارة ووصولك حق التوجيه العام. الآن خلينا نتكلم عن مشاركاتك ومساهمتك. والدكتورة معروفة عندها كثير مشاركات كثير مساهمات، وأنا أعرف شاركتي في مؤتمر المرأة أتوقع كان في تونس. حكينا عن مشاركتك هذا والمؤتمر اللي صار في تونس. فحوى المؤتمر هو عن صورة المرأة العربية في الكتب المدرسية. نعم. وشاركت فيه بورقة عمل فعلا من خلال بحث عملته يحوي صورة المرأة في كتب الاجتماعيات بصفة خاصة صورتها. فيعني ما شاء الله لا إله إلا الله، كان المؤتمر وايد مفيد واستفدت منه بصراحة، وكان يحوي العديد من دول الخليج دول الوطن العربي، فكانت لفتة حلوة في مشاركتنا في هذا المؤتمر. زي ورقتك كان عن صورة المرأة في شلون صورة هذه بتكلم عن صورة يعني المرأة يقصد فيها هل المرأة يتم توضيح دورها في كتب التربية في دولة الكويت. وفعلا المرأة لها دور كبير في أو أقصد صورة المرأة موجودة في العديد من كتبنا سواء في اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو حتى الاجتماعيات. يعني أبسط شيء تكوين الأسرة، الأسرة الكويتية من تتكون كذلك، وهذه كلها في كتب، لو بقول لك كتب الابتدائي بداية. وهذا كله حرص على الغرس قيم احترام المرأة وتقديرها، لأنها هي مثل ما نقول أساس الأسرة. نعم صح. أي فإذا صلحت الأسرة كلها. وأنا أتوقع أكبر دليل وجودك حتى على رأس التوجيه العام كامرأة عاملة، هذا يعتبر صورة من صور مشرقة في وطننا أن نكون أحد الأخوات هي قائدة للتوجيه. أيضا من المشاركات دكتورة عندك في مؤتمر في الأردن كان عندكم أتوقع شاركت فيه، شنو المؤتمر هذا كان؟ المؤتمر هو هذا عن استخدام التكنولوجيا في التربية، وخصينا في اللي هو مدى استعانة المعلمين بتويتر. حلو. فكانت بصراحه مواضيع حلوه دكتوره شوف شاركتي فيها بمؤتمرات، واتوقع هاي تنمي الجانب جيد وهو هي حلو ان يعني قيادينا في الوزاره يحرصون على المشاركات في هذه. وايضا استاذ انا عارف ان عندكم انتم في مركز التدريب انتم ك يعني توجيه اجتماعي اتوقع حريصين على تدريب معلماتنا. نعم. في هذا. نعم. الجانب. نعم. هل فعلا مركز التدريب يخدم المعلمات؟ نعم. هو مجرد دوره تعطى؟ حتينا من خلال خبرتك على التوجيه مدى الاستفادة اللي يقدمها مركز التدريب والدورات يقدمونها حق معلماتنا. نعم. بس أحب أنوه دكتور إذا سمحت لي، بالنسبة لحرص مكتب التوجيه الاجتماعيات على ربط الميدان بالتكنولوجيا الحديثة. شيء حلو. فبالنسبة لنا إحنا كمكتب توجيه عندنا موقع، أقصد عندنا بتويتر، عندنا انستغرام، عندنا كذلك موقع خاص فينا. هذا يمكن دائما اقول لهم هذا مخليته مفتوح، اي معلومه اي شيء نحطها فيها، بحيث ان جميع معلمين الكويت وحتى خارج الكويت يمكنهم الاستفاده منها. كذلك عمل المعلمين، يعني اذا كان عمل مبدع، عمل بدرجه عاليه من الدقه، كذلك نحطه في هذا الموقع. شيء حلو. بالنسبة لسؤالك دكتور،
مركز تدريب. مركز تدريب، أنا بصراحة أشكرهم من خلال هذا الموقع على جهودهم معانا وعلى تحملهم لنا، جزاهم الله خير. فمركز تدريب قاعد يتعاون معانا بشكل كبير، وبالنسبة لنا إحنا لنا سنويا خمس دورات ما بين إن إحنا نحق موجهين أو رؤساء أقسام أو معلمين. لنا الحرية إحنا كمكتب توجيه عام نحدد الفئة المستهدفة من هذه الدورات. وفعلا ما قصروا، متعاونين معانا بالنسبة للتجهيزات واستضافتنا في هذه الدورات. الهدف من هذه الدورات اللي هو توحيد الرؤى بالنسبة لجميع المناطق جميع المناطق، فتلقى الدورة نفسها موجودين ناس من الجهرة، ناس من الأحمدي، ناس من العاصمة، فالكل يكون متواجد في هذه الدورة، يصير فيها تقارب لوجهات النظر، كذلك المحاضرين يعني ما يخالف على هالكلمة، نلزمهم بالبحث العلمي. حلو. بمعنى أن ما عندنا قص ولزق كمحاضر، لابد أن يعتمد شغلك، ما هي المصادر اللي اعتمدت عليها في هذه المادة اللي جمعتها، فهذا يعطي للدورات وزنها وأهميتها. جدا فعلا مهم، يعني أتوقع على جانب التدريب وجانب تدريب معلماتنا جدا مهم. دكتورة، هناك في طرح في على موضوع الدورات أنه هل فعلا محتاجين أن نأخذ يعني معلمين ومعلماتنا إلى المركز للتدريب، أم يجب أن يكون التدريب عندهم داخل مدارسهم؟ الآن بعض المناطق تعمل التدريب داخل المدارس أو داخل المناطق. أتوقع أي هو الاتجاه الأنسب؟ أنا بصراحة مع الاتجاهين. الاتجاهين، وأقصد فيها أنه الحين عندنا شيء يسمى بتوطين التدريب، وهذا موجود في كل المناطق التعليمية وبكل التخصصات، يعني هذا من المنظم من قبل الوكيل المساعد التعليم العام، في خطة وفي برنامج وفي موضوعات محددة يتم تدريب المعلمين عليها في مدارسهم. بس مثل ما سبق وقلت دكتور عفواً، في ان في شغلات لابد ان تكون في توحد للرؤى، فهذه يكون في مركز التدريب انهم يكونون كلهم مجتمعين. هذه الدورات نفسها ممكن انهم ينقلونها الى مدارسهم او الى مناطقهم، فالجهتين هي بصراحه هي التأسيس يكون في مراكز التدريب والانطلاق يكون حق المناطق. حتى ياخذون، واتوقع جهد توجيه اجتماعيات واضح واستفاده اتوقع واضحه لمعلوماتنا، وهذا اتوقع ان نلمسه حتى من خلال حديثنا مع معلماتنا في هذا الجانب. اعزائي المشاهدين، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم باذن الله تعالى. عدنا اليكم اعزائي المشاهدين، وضيفنا وضيفكم لهذا الاسبوع الدكتوره ناديه العريفان، موجه عام اجتماعيات في وزاره التربيه، وحديث ومسيرة وذكريات مع دكتورة. دكتورة، تحدثنا عن يعني مساهماتك ومشاركاتك، أيضا من المشاركات كان دكتورة أنا شفت عندك صورة حق تكريمك مع المحافظ، حكيني عن الصورة هذه، تكريمك مع المحافظ. بالنسبة للتكريم هذا كان من قبل المحافظة، متمثلة في الفريق المتقاعد أستاذ فهد الأمير، اللي جزاه الله خير دائما يحرص على تكريم أبناء الجهرة بصفة خاصة. ما شاء الله. أبناء الجهرة، ولا أقصد مثل ما نقول جهراويين، لا يعني اللي يعملون في مدارس الجهرة أو حتى مؤسسات وليس فقط الوزارة. فجزاه الله خير كان يحرص على التشجيع، وأنا كنت من ضمن اللي جزاك الله خير من ضمن اللي تم تكريمهم. الله تستاهلين دكتورة. دكتورة، أنت ما شاء الله حاصلة شهادة الدكتوراه ما شاء الله، حديثك مع أو يعني شلون ما شاء الله مع إدارتك ووجودك في التوجيه أو خلال تنقلك لأنك قدرت تحصلين على ما شاء الله على الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، أول شيء دكتورة حديثيني عن ماجستيرك وين وشنو متخصصة ما شاء الله؟
الماجستيري كان بخصوص الخرائط المفاهيمية. نعم. وهذه الخرائط هي عبارة عن ممكن أسميها وسيلة أو استراتيجية بكلمة أصح في توصيل المادة العلمية بشكل سلس للمتعلمين. وكذلك خصيت مادة التاريخ لأني أنا تخصصي تاريخ. نعم. والحمد لله يعني هي كانت الفكرة ما كانت منتشرة مسألة الخرائط المفاهيمية. نعم. صح. فهذا شيء كان وقتها كان شيء جديد. حلو. اللي هو 2010 ما شاء الله. بالنسبة للدكتوراه الدكتوراه كانت عبارة عن موضوعي هو عن المتاحف الافتراضية. ما شاء الله. موضوع جدا رائع. أي متاحف الافتراضية وأثرها في نمو الروح المواطنة والوعي بالتراث الكويتي. فهذه الأمور يعني بصراحة جذبتني خاصة بالنسبة لي تراثنا الكويتي والمواطنة. فهذول العنصرين بصراحة كانوا مثل ما تقول مسببي لي قلق في أنه أبنائنا قاعدين يبتعدون عنها. يعني بالنسبة للتراث قاعدين يبتعدون أو ينصلخون من ثوبهم. فأنا ككويتي أعتز بتراثي. أعتز في كل شيء يمثل دولتي الكويت. كذلك بالنسبة للمواطنة. المواطنة ليست فقط شعارات. نعم مو شعار. مو بس شعار. يعني عيال وقت الغزو بيّنوا فعلاً بيّن معدن الكويتي. فأنا أبي من خلال هذا الشيء وهي المواطنة أن ننبه عيالنا في أهمية وطننا. إحنا صح. على قولتهم نمنا قمنا من غير بلد. فهذا الإحساس اللي حسيناه يعني إن شاء الله يكون بعيد عن عيالنا وأحفادنا. لكن أنا بهم يعتزون في هذا الوطن في أبسط شغلة. أبسط شغلة إنه مو كل شيء أنا مالي شغل. يعني لو تلاحظ في بعض صح العيال صح الحين كله أنا مالي شغل أو إنه ما في اهتمام حتى في رمي كرمك الله القرطاس. يعني أنا حتى رمية القرطاس هذه أنا أعتبرها مواطن صالح. أي مواطن صالح لكن الشخبطة على الجدران. نعم. فهذه كلها أمور يعني كان أو ممكن أقولها بصورة ثانية الهاجس اللي أسعى له أنه يكون هناك الكويتي المواطن. نعم. الكويتي اللي نفتخر فيه. نعم. اللي يعمل بجد. وأنا من يعني من هذه الكلمة بعد هم أحب أنوه إلى أنه وأنا دائما أقولها الكويتي متميز. ما شاء الله. يمكن يقولون عنصرية. لا بالعكس هذا شيء واضح وواقع. لكن فعلا أنا قاعدة أتعامل مع معلمين موجهين وحتى طلبة يعني عندهم إبداعات بس يبيلهم فرص. فرصة يبيلهم فرصة راح تشوف إبداعات منهم. جدا مهم فعلا موضوعنا يكون الواحد يهتم في تراثه وفي مواطنته جدا مهم. وأتوقع هذا جانب كبير يقع عليكم دكتورة. نعم. في تأسيسه خاصة أنتم تشرفون على توجيه الاجتماعيات. إذا دكتورة إحنا إذا قلنا أن مواضيع الاجتماعيات إحنا دائما نركز على موضوع هو الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا. إذن التطورات اللي قاعد تصير في المناهج الأخرى هي الفلسفة أو علم النفس أيضا إذا قلنا حديثنا عن الجغرافيا هل هناك في مشاريع جديدة في تطورات جديدة قاعد تدخلونها على أو في أشياء جديدة عندكم في التوجيه تنظرون لها إذا كان في الفلسفة أو علم النفس أو في الاجتماعيات أو أشياء؟ هو مثل ما تفضلت هو في خطة ليست الآن لكن لنا الحين كم سنة قاعدين نشتغل فيها اللي هو تطوير كتب الاجتماعيات من غير استثناء سواء تاريخ أو جغرافيا أو فلسفة أو علم نفس. الكتب كلها فيها تطوير وكذلك قاعدين ندخل التكنولوجيا حتى في الكتب الجديدة. يعني الحين انتهينا من إدراج الواقع المعزز. الواقع المعزز في كتاب الصف العاشر انتهينا منه ونزلناه في موقعنا. عشان
بحيث انه يكون مرجع حق المعلم والمتعلم يستفيد منه خلال هالموضوع. اي يمكن لو بعطي نبذه عن اللي ما يعرف شنو المقصود بالواقع المعزز. الواقع المعزز سوري ممكن بجهازك التليفون تحط على فقره معينه من الكتاب. نعم. عرفت شلون؟ يطلع لك معلومه متكامله، لو مثلا بقول كلمه مجلس الامه. يطلع لك معلومه كامله عنها، ممكن فيديو، مو بس معلومه كتابه، ممكن فيديو، تصوير، يبين لك مثلا شو المقصود مجلس الامه، متى تاسس، متى هذه. هذه المعلومات تثري المتعلم. اكيد طبعا. انا ما اقول ادخلها في الامتحان. لا. بس تعطيه نوع من الاثراء. اي تعطيه نوع من الاثراء. انه يكون على اطلاع حتى اي معلومه ممكن في الكتاب او صوره، ممكن صوره يحطها، انا ماني عارفه شنو هالصوره، لكن ممكن تطلع لي صوره حيه لهذه الصوره، هذا الشخصيه ممكن يتكلم، فيديو او شيء، فيديو او نبذه عن حياته ايا كان، فهذا كله اثراء للمعلومات. انا ما الزم الطالب انه راح يدخل في امتحانه، لا، لكن احنا دائما نقول ان احنا ابنائنا لابد ان احنا نثريهم بالمعلومه. انا ما راح احاسب بالامتحان ان هالمعلومه ليش ما جاوبتها، لا، ولا راح اجيبها بالامتحان، لكن انا احب ان ابنائنا يكونون على اطلاع. عندهم اطلاع. دكتوره حديث شيق مع الصراحه، ويعني والبرنامج دخلنا في وقته، ولكن احنا قبل ان نختم ودنا رسالتك الاخيره حق معلميننا ومن يعمل معك الطاقم، رسالتك حق معلمين وخاصة معلمين الاجتماعيات بوجه عام، توجهها الدكتورة نادية لمعلمينها. أنا يمكن أقول كلمة، الكويت تستاهل. نعم. حطوا بعينكم الكويت ومصلحة الكويت فوق أي اعتبار. وبعدين أنا دائما أقول ما حد يبي من أحد شيء، وما دام انا قادر على العمل ليش ما اعمل؟ ما راح ينزل من قدركم انك تشارك في اي موضوع او اي طلب يطلب من قبل ادارتكم المدرسيه او توجيهكم. يمكن انا دائما اقول انا عمري ما رديت احد، ما شاء الله معروف عني، بادارات اللي مرت علي كلهم دائما اقول حاضر بحدود عملي، وانا اقصد بهذا ان ما تكلفون خارج سور المدرسه، ما دام انت قادر على العمل اعمل، وحط ببالك هذه الكويت تستاهل. الله يجزاك خير، شاكرين تواجدك معنا دكتوره ناديه العرفان وحضورك معنا، نسال الله سبحانه يوفقك في عملك وان نشوفك في ارقى المراتب، وان شاء الله تطورون في مناهجنا وتكون على قدر المسؤوليه، واحنا كلنا ثقه فيكم دكتوره. اعزائي المشاهدين، كان ضيفنا وضيفكم لهذا الاسبوع الدكتوره ناديه العرفان، موجه عام اجتماعيات في وزاره التربيه، على امل لقاء معكم في الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.